نار ودخان على حدود أذربيجان، لكن الرسالة الإيرانية موجهة لإسرائيل. على وقع توتر دبلوماسي بين طهران وباكو، مناورة عسكرية إيرانية هي الأضخم منذ أكثر من ثلاثة عقود شمال غرب البلاد. توتر لن يشعل نيران حرب تقول طهران، لكنه ينذر بالرد بحزم على أي خطأ في الحسابات. من الاسم فاتح خيبر تحدد إيران أهدافها. لم تكن إيران البادئة بأي اعتداء، وفي الوقت الذي نحترم جيراننا نؤكد أننا لن نحتمل وجود عناصر من الكيان الصهيوني في المنطقة. تحركات عسكرية برسائل سياسية، يقول العسكر والساسة هنا إنها وصلت إلى من يجب أن تصل إليه: الوجود الإسرائيلي في المنطقة والدور التركي الطموح والتغييرات الجيوسياسية خطوط حمر بالنسبة لإيران دفعت قواتها المسلحة إلى هذا التحشيد غير المسبوق. طهران التي مالت إلى الموقف الآذري في حرب قرباغ الأخيرة لم تنس اتهاماتها لأذربيجان سابقا بتسهيل العمليات الإسرائيلية ضد إيران. ما يحصل يدل على أن اتفاق موسكو بين أذربيجان وأرمينيا فيه نواقص تسمح باستمرار التوتر، كما أن الكيان الصهيوني الذي لديه علاقات متينة مع أذربيجان هو المستفيد. بين معطيات مرتبطة بالأمن القومي الإيراني مباشرة وأخرى أرخت بظلالها على العلاقات الثنائية والحركة التجارية عبر الحدود الإيرانية الأذرية، تقول إيران وهي تتسلم أوراق اعتماد سفير أذربيجان الجديد إن الحلول تظل دبلوماسية. هو استعراض قوة لا ترغب إيران باستخدامها كما تقول في ظل قنوات دبلوماسية مفتوحة وواقع ديموغرافي متشابك لا يخفى على أحد بين إيران وأذربيجان. رسالة تحذير قوية يأمل مراقبون أن تكون دقيقة كي لا تحمل نتائج عكسية لإيران. حازم كلاس العربي، طهران.